الاخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في شرح جديد على قناتكم خالد التقنيه. شرح اليوم شرح اورنج ببطاقه الحساب البنكي. تابعوا معي الاخوان الشرح. اولا ندخلوا الى المتصفح، ندخل النيميرو تاعو طور الشارج. تمام، نختار هنا ندخلو ادريس ايميل. ديال المونتو نختار المونتو اللي بينا لا غوشيرش بينا عادية بينا باس انترنت باس ديال الدقايق. هنا نختار مثلا باس ديال الانترنت، نختار باش نتابع. نكليكيو على سويفو، نتسنى وطلعنا على باج البيمو الاخوان. الاخوان هذه اخر مرحله ديال البيمو. كندخلو المعلومات ديالنا، نيميرو دو كارت بيمو، هنا كندخلو تاريخ الانتهاء ديال لاكارت، هنا كندخلو الكود ديال فيريفيكاسيون ديال لاكارت. الكود ديال اللي كتكون بثلاثة الارقام من بعد كنكليكيو على فاليدي. من بعد ما كنكليكيو على فاليدي كيجينا واحد الكود في النمره ديالنا، هذاك الكود هو اللي كندخل. من بعد ملي كندخل الكود الاخوان كدوز لا ريشارج اوتوماتيكمون. وهادشي اللي كان الاخوان، والسلام عليكم.